مساء الخير عليكم. حلقة نهاية الأسبوع هنا ماسبيرو، والحديث المستمر بين طبقات الشعب المصري كلها، إن لم يكن حتى في العالم، لكن على مستوانا حتى المحلي هو حديث دائم عن زيادة الأسعار. أخبار الأسعار إيه؟ تضخم عامل إزاي؟ الناس ما تهمهاش قوي في كلمة تضخم دي، لكن الاقتصاديين هيشرحوا لنا يعني إيه تضخم وإيه عواقب هذا التضخم. اجتماع لرئيس الوزراء حدث مع الصناع والتجار، ويتكلموا عن موضوع التضخم وزيادة الأسعار ومجهودات الدولة، إيه اللي ممكن يحصل من قبل الدولة سواء في مسألة رقابية، سواء في ضبط السياسة المالية للدولة، سواء في الإنتاج، إيه الاقتراحات اللي ممكن تقدم أيضا من الخبراء نحطها على مائدة رئيس الحكومة وعلى مائدة المجموعة الاقتصادية ربما يؤخذ بها. طبعا يعني أكيد هم عارفين، لكن لا مانع من البرين ستورمينج، العصف الذهني اللي احنا بنعمله في الإعلام ربما يفيد بشكل أو بآخر. يسعدني أن يكون معي دكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي وأيضا مدير المركز الاستراتيجي للتنمية. برحب بحضرتك. أهلا بك، سعيد جدا بوجودي معك أستاذ. ربنا يخليك يا دكتور علاء. يعني خلينا بس نشرح للناس بشكل مبسط ايه يعني عمالين يسمعوا التضخم، ايه التضخم ده؟ هو الحقيقه يمكن برضه يعني كويس انت قلت لي بشكل مبسط، لان التضخم عمليه معقده جدا متداخله وفيها عوامل مركبه كتير جدا. الحقيقه يمكن كاقتصاديين احنا بنلاقي صعوبه جدا حتى في تعريف التضخم، لدرجه ان هناك الكثير من التعريفات، لكن بشيء من البساطه نقدر نقول عشان برضه الساده المشاهدين يقدروا ان هم يستوعبوا المفهوم ده اللي هو يعتبر في له اكثر من تعريف على مستوى العالم. هو الارتفاع المستمر والمتواصل، يبقى ارتفاع مستمر ومتواصل في المستوى العام للأسعار، هو ده اللي في السلع والخدمات في فترة زمنية محددة. بالضبط يعني. تمام. أو ممكن يكون الزيادة المفروطة جدا في كمية النقود المتداولة بصورة بيقابلها انخفاض في القدرة على الشراء، وده اللي برضو بنشوفه وشفناه خلال الفترة الماضية، كمية عرض النقود كانت كبيرة، ولكن في المقابل القدرة على الشراء كانت محدودة وفي انخفاض، فده بيؤدي إلى التضخم اللي احنا يمكن شفناه، وممكن على مستوى المحلي في مصر الحقيقة يمكن ما شفناهوش من أكتر من يمكن 150 سنة. هل ده يعني سببه فقط فكرة ارتفاع سعر الصرف، وإن احنا بنعتمد على الاستيراد في سلع كتيرة، ولا ليه أسباب تانية؟ لا، هو سببه الرئيس، وده من وجهة نظر، ويمكن أنا عملت فيه أبحاث في هذا الموضوع. يمكن نجد إن يمكن احنا مرينا أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم أزمة جائحة كورونا، وبرضو الأسعار كانت في المتناول، لكن المفاجأة الكبيرة جدا أن معدلات التضخم زادت جدا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وده لسبب بسيط جدا. السبب إيه؟ أن احنا أكتر دولة على مستوى العالم استيرادا للقمح، نستورد بأكتر من حوالي 9 مليون طن سنويا، وبالتالي هذا الوضع جعلنا يبقى في معدل تضخم عندنا وصل لحوالي 33-34%، وده اعلى معدل تضخم وصلت له مصر يمكن اكتر من 150 سنه تقريبا. معنى كده ان السلع الاستراتيجيه، السلع الزراعيه بتاعتنا، هي دي المحرك لكل مستويات الاسعار اللي عندنا. معنى كده عشان برضو دي حاجه مهمه جدا، اذا جاز لنا ان احنا نحط روشته او نحط استراتيجية لمواجهة التضخم، لابد ان انت تكون قادر على زراعة وتقليص وتقليل الاعتماد على الخارج في السلع الاستراتيجية. تمام، احنا هنيجي للحلول. انا متفق معك، لكن اقول لي دكتور علاء، يعني الناس بتقول انه يعني صحيح سيادة رئيس الوزراء بيقول انه مع توفير العملة قلت الاسعار، وده حقيقي انها قلت الاسعار، بس يعني العامة بيقولوا ايه؟ هو كانت الاسعار بتزيد بالضعف والاثنين والثلاثة، فلما قل الاسعار التاجر في المرحلة الاخيرة قل للثلاثة، فما زالت في ضعفين موجودين. في ضعفين موجودين. فده هو إيه؟ هو برضو الناتج من ان كان هناك نوع من انخفاض قيمة العملة بتاعتنا، قيمة الجنيه المصري مقابل خاصة العملة الرئيسية على مستوى العالم اللي هي الدولار. كان الدولار وصل فترة من الفترات لأكثر من 70 جنيه. طبعا احنا بنستورد استيرادنا أكثر من 80 مليار دولار، وكلهم تقريبا حاصلات زراعية تقريبا، والغالبية
الغالبية بنعتمد على في المكون الرئيسي للعملة على الدولار نفسه، وبالتالي لما زادت قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية بتاعتنا ده أدى إلى تضاعف الأسعار. تضاعف الأسعار لدرجة أن كان كل يوم في سعرين وثلاثة للدولار، وده الحقيقة يمكن أدى إلى عدم ثبات الأسعار على المستوى المحلي. فدي نقطة مهمة جدا. وعلى فكرة نقدر نقول إن حتى ارتفاع سعر الدولار كان أسباب نفسية مش أسباب حقيقية، وكان هناك أسباب مضاربة، وده أدى إلى بقى في نوع من التضارب الشديد جدا شفناه، وأدى إلى زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة بالفعل. وده ناتج من أشياء كثيرة جدا. الشيء الأول نقدر نقول أن هناك زيادة حدة الديون، مش على مستوى مصر، على مستوى العالم بالكامل. يعني لما أشوف أنا حدة الديون على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى حوالي 31 تريليون دولار، وده مبلغ الحقيقة يمكن بيؤدي إلى أن الدول النامية تحديدا بالذات هي اللي بتدفع الضريبة، لأن زي ما احنا عارفين أن الدولار كعملة رسمية للمتحدة الأمريكية ملوش غطاء ذهبي، وده طبعا نتيجة خروج المتحدة الأمريكية في عام 1973-74 من الغطاء الذهبي وخروجها، وده أدى إلى أن الدول العالم ما زالت بتعتمد على الدولار كعملة نقدر نقول ذات ثقة وموثوقية، برغم أن هو بيحمل الكثير جدا من المديونية على مستوى العالم، 31.4 تقريبا تريليون دولار. فده الحقيقة مكننا أن احنا نقدر أن احنا نبقى في نوع من الاعتماد على الدولار. لما زاد بهذا الشكل أدى إلى مضاعفة الأسعار مرة واثنين وثلاثة أو أربعة وخمسة كمان. زي احنا لو وسعنا العدسة شوية يعني من مسألة انه السلعة زيادة على المواطن، لكن خلينا نتكلم على مستوى الاقتصاد في مصر ومستوى الدولة بشكل عام. اللي انا افهمه حضرتك صحح لي انه التضخم ده يؤدي الى تقليل قوة الشراء، يؤدي الى زيادة تكاليف الشركات اللي بتنتج، يؤدي الى التأثير على جذب الاستثمار، قد يؤدي كمان صحيح. إلى تأثير على الدخل الثابت للفرد، مش كده؟ بيؤدي إلى تآكل الدخل الثابت للفرد. تآكل. اللفظ الاقتصادي التآكل، وده نقطة لو وصلنا إليها واستمرت الحياة يمكن بيؤدي إلى زيادة حدة الفقر. وده النقطة اللي احنا يمكن يعني أي وضع اقتصادي أو أي نظام اقتصادي احنا بنعمله أو أي دولة بتعمله هي بتهدف إلى في النهاية إلى تحقيق نقدر نقول ركائز اجتماعية، مش يعني الركائز الاقتصادية هدفها تحقيق ركائز اجتماعية. يعني أنا لما أضع النظام الاقتصادي أنا بهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، ده نظام اجتماعي. بهدف إلى الحد من الفقر، ده نظام اجتماعي. بهدف إلى توفير فرص عمل، ده برضو نظام اجتماعي. وبالتالي النظام الاقتصادي بيهدف إلى تحقيق رفاهية اجتماعية لمجموع الشعب. طيب. كون ان هو بيؤدي لتاكل الدخل بتاع الافراد، ده الحقيقه يمكن بيؤدي الى زياده حده الفقر، وبيؤدي الى عدم استقرار اجتماعي، وعدم استقرار اجتماعي بيؤدي الى احداث نوع من القلاقل والاضطرابات في كل المجالات. قريت لحضرتك مقال قريب حطيت فيه سبع. الاول خليني بس ارحب بزميلتنا في القعده الجميله دي عن الاقتصاد، يعني اللي ان شاء الله يعني نخرج بحلول فيها. ساره مشهور مترجمه لغه الاشارات، فانا برحب بيك يا ساره. حضرتك كتبت سبع حلول للخروج من الازمه لازمه الارتفاع اسعار المشكله اللي موجوده في الوقت الحالي. بس دول بقى هناخدهم بعد الفاصل لو اذنت لي. لا تفضل. طبعا هناخد الفاصل ونرجع مع الدكتور علاء رزق. يعني واصل مع الدكتور علاء رزق، ويعني خليني اقولها بمنتهى البساطه كده بلغه الطب، يعني هناك مرض وهناك عرض. بالظبط. يعني الدكتور اللي مش شاطر يعالج عرض بس. بالظبط. لكن الدكتور الشاطر يشوف المرض فين ويعالج المرض. بالظبط. فاحنا في مرحلة ايه؟ علاج العرض بس ولا علاج المرض؟ يعني ايه السياسات النقدية الموضوعة من قبل المجموعات الاقتصادية علشان تعالج المرض الحقيقي؟ ده بالاضافة للسبعة بقى خطوات اللي انت هتقولهم لي. انا اتكلم معك بصورة دبلوماسية. وانت ما ينفعش معاك الا الصوره الدبلوماسيه. بدبلوماسيه لابد ان احنا نمشي في المحورين على التوازن. ماشي. يعني التوازن ان احنا يبقى في علاج للعرض الاني، وفي نفس الوقت يبقى في علاج للجذور هذا المرض. تمام. من الاساس. تمام. لانه العلاج جذور هذا المرض الاساس قد يستغرق بعض الوقت. روشته تبقى روشته فيها نوع من الحقيقه يمكن مش هقول قسوه، ولكن لابد يبقى فيها نوع من الحزم والاصرار في الوصول الى الاهداف الحقيقيه اللي تبعدنا كل البعد عن الاضطرابات الاجتماعيه او الاقتصاديه او الازمات الاقتصاديه، خاصه ان احنا دوله تعتبر دوله مستهلكه. بتستهلك اكتر من، طبعا زي ما قلت، الواردات بتاعتنا يمكن تعدت حاجز 80 مليار دولار، مقابل ان الصادرات بتاعتنا لا تتجاوز
يعني في الحدود 50 أو 55 مليار دولار، وبالتالي عندنا فجوة دولارية قد تصل إلى حوالي 25 مليار دولار. فقدرتنا على أن احنا يبقى فيه نوع من تقليل هذه الفجوة ده مرتبط بالآتي: أولا تقليل الاعتماد على الخارج في الاستيراد، وفي نفس الوقت تعظيم التصدير. هذا لن يكون إلا من خلال، وده نقطة مهمة جدا الحقيقة يمكن أنا بقولها وتحسب للقيادة السياسية الموجودة دلوقتي، أن هناك مشروعات عملاقة خاصة في المجال الزراعي. يمكن شفنا الدلتا الجديدة، وشفنا مشروع إعادة إحياء مشروع توشكا، وشفنا هناك الكثير جدا من المناطق الموجودة في شبه جزيرة سيناء بيتم استزراعها في العلمين، في الفرافرة، في الوادي الجديد. الحقيقة لو قدرنا بالفعل إن احنا نصل إلى الهدف المبتغى، إن احنا نصل إلى 17 مليون فدان زراعة في مصر، احنا الوقت يمكن عايشين على حوالي 8 تقريبا، يعني انت بتتكلم في مضاعفة، اكتر من مضاعفة. ده انت هتنقلك نقلة كبيرة جدا، ان انت هتكون قادر بالفعل على تحقيق امنك الغذائي. قدرتك على استشعار ان انت بتحقق امنك الغذائي ده على فكرة فاتورته بتكون اقل كثير جدا، خاصة فاتورة الاستيراد. عايز تقول لما نعتمد على مواردنا الداخلية مش هنضطر ان احنا نلجأ للاستيراد، وبالتالي مش هنحتاج العملة، وبالتالي هنتحكم بالسعر. لكن هناك مجموعة من التحديات بتقابلنا زي المياه. احنا ممكن دولة فقيرة جدا مائيا، يعني رغم ان احنا طبعا نهر النيل، لكن احنا دولة فقيرة مائيا، تصنف انها فقيرة مائيا، وبالتالي لابد ان احنا نبحث عن حلول غير تقليدية، سواء في مجال يعني يبقى في نوع من المياه، يعني معالجة المياه، معالجة المياه سواء كانت مياه البحار أو مياه الصرف أو خلافه، أو البحث عن هناك الكثير جدا من الرؤى ومن الاكتشافات بتقول أن هناك الكثير من الروافد لنهر النيل في صحراء مصر، خاصة الصحراء الغربية. فده برضو محتاج يبقى فيه نوع من الجدية في البحث عن هذه الأماكن حتى يتم زراعتها. فدي نقطة. النقطة الثانية المهمة جدا أن أنت يكون عندك قدرة على الصناعة المعتمدة على الزراعة. يعني احنا مش هنصنع، معلش، مش هنصنع الصواريخ أو مش هنصنع طائرات، لكن لابد أن أنت تعتمد في منتج الخام بتاعك أو المنتج اللي أنت المخرجات الزراعية اللي أنت يتم استخدامها كمدخلات لقطاع الصناعة. تقدر أن أنت تحقق قيمة مضافة عالية جدا، وتقدر أن أنت تشبع السوق المحلي وتصدر كمان، شوف إمكانياتك فين واشتغل عليها. دي حاجة. الحاجة الثالثة المهمة جدا ان انت يكون عندك قدرة بقى على ان انت تعمل عملية التوازن في المحيط الافريقي والعربي، خاصة المحيط الافريقي. الدولة الافريقية 56 دولة، انت محتاج ان انت يكون عندك قدرة حقيقية على نفاذ المنتج المصري بتاعك الى هذه الدول، سواء من خلال التكتلات اللي احنا يمكن دخلنا لها زي كوميسا او غيرها. لكن احنا محتاجين، وده رؤيه برضو مصريه خالصه انا بحييها، اللي احنا كنا محتاجين فتره من فترات، والان الحقيقه يمكن ماشيين في هذا، ان يبقى في تكتل افريقيا واحد، افريقيا الموحده. افريقيا الموحده ده الحقيقه يمكن هيكون له دور كبير جدا في تنامي القوى الاقتصاديه الافريقيه بالكامل بما فيها الدوله المصريه. الدوله المصريه الحقيقه يمكن لها افضليه اكبر من الدول الافريقيه، ان الدول، ان مصر الحقيقه يمكن هي المدخل الحقيقي لكل الاقتصاديات المتقدمه، زي أوروبا، زي الصين، زي روسيا، حتى إن إحنا يمكن استغنينا هذا في إقامة مناطق صناعية في منطقة قناة السويس. بالضبط. يعني. فدي حقيقة موقعنا الجغرافي، لابد إن إحنا لابد نعبر عنه بطريقة أكتر من كده، ولابد إن إحنا نكون عندنا القدرة على يعني استغلال هذا الموقع الجغرافي أفضل استغلال ممكن لصالح تحقيق قيمة وتنمية اقتصادية حقيقية. خاصة كمان ممكن إحنا بنتكلم في الأسعار. هل تعلم إن الأسعار في مصر 40% منها بسبب النقل، نقل ومواصلات؟ يعني كل ما انت تختزل النقل والمواصلات بتقل، يعني انت اختزلت النقل والمواصلات بتنزل 40% من قيمه السلعه. ده على مستوى العالم. بمعنى كده، وده الحقيقه يمكن الفكره اللي هتجد ان الصين مثلا كل مصانعها موجوده على الموانئ، عشان ايه؟ تقلل تكلفه المنتج بتاعتها الى اقل تكلفه ممكنه. وده اللي خلاها تعمل منطقه صناعيه في قناه السويس، عشان هي تكون قادره بالفعل على نفاذ هذه المنتجات لافريقيا واوروبا باقل سعر ممكن، عشان تعمل عمليه التنافس اللي هي بتسعى ليه، ان هي تكون اول اقتصاد او القوه الاقتصاديه الكبرى على المستوى العالمي الوقت الثاني. فده اللي بيدل عليه ان انت كل ما كان هناك شبكه من الطرق والمواصلات اللي احنا نجحنا فيها نجاح كبير جدا، كل ما انت اختزلت تكلفه النقل بتاعه المنتج، كل مكان ده في صالحك. واعتقد ان وجودنا كمنطقه نقدر نقول بوابه دخول لافريقيا وبوابه اوروبا كمان من الجهه الجنوبيه، ده اعتقد بيدينا ميزه كبيره جدا اذا احسننا استغلالها فعلا في ايجاد صناعات
تكون قائمة على المنتج الزراعي بتاعها. حضرتك ذكرت كمان يعني تعزيز الشفافية والرقابة وزيادة مجهودات الدولة في الرقابة على الأسواق. أنا سؤالي بقى هنا هو الرقابة تحصل إزاي على سوق حرة؟ يعني ما كل واحد يعني بيحط السعر اللي هو عايزه، الرقابة تبقى إيه شكلها؟ بص، هو عشان برضو دي بتتفاوت من نظام اقتصادي نظام اقتصادي، يعني نظام السوق الحر الحقيقة يمكن الدولة بتكون بعيدة كل البعد، لأن نظام العرض والطلب هو اللي بيعمل عملية التوازن السعري. ده طبعا معروف، يعني الدولة دايما بتبتعد على عملية المعاملات الأنشطة. لكن الدولة وأي دولة حتى الدول الرأسمالية زي طبعا أكبر دولة رأسمالية على مستوى العالم هي أمريكا. الحقيقة هي برضو بتضطر إلى ضبط إيقاع المعاملات والأنشطة في لحظات ما عشان ما يحدثش نوع من الاحتكار في سلع معينة أو خدمات معينة تكون يعني مدعاة للاضطرابات أو إحداث نوع من الفوضى الاجتماعية. الدولة المصرية الحقيقة يمكن الفترة الماضية نقدر نقول إن هي زودت حدة الإقراءات دي شوية. إحنا يمكن في أكثر من 40,000 منفذ، الحقيقة منافذ متعددة جدا على مستوى المحافظات المصرية بتتبع وزارة التموين، لكن الحقيقة يمكن كانت محتاجة نوع من الدعم شوية أو نوع من التفعيل أكتر شوية عشان هذه المنافذ تصل إلى المستحقين، لأن هذه المنافذ 40,000 منفذ أو 39,000 وشوية، يعني 40,000 منفذ تقريبا، هي كفيلة جدا أن يبقى فيه نوع من تراجع أسعار السلع في مواجهة الجشع التجار، لأن طبعا إحنا جشع التاجر بيستغل أن السلع موجودة عنده أو الخدمة موجودة عنده مقابل أن ما فيش هناك نوع أو ما فيش هناك تجار بنفسه. لكن وجود 40,000 منفذ تابع لوزارة التموين للدولة المصرية ده أعتقد كان كفيل جدا بإحداث نوع من التوازن وتراجع الأسعار. لكن الحقيقة ممكن نقدر نقول أن لم يتم تفعيلها بالشكل المرجو أو الشكل اللي إحنا كنا نقبله. الحاجة التانية مهمة جدا جهاز حماية المستهلك، وأعتقد أن جميل جدا أن جهاز حماية المستهلك أستاذ عاطف أنه يخرج من عباءة وزارة التموين ويدخل تحت عباءة رئاسة الوزراء، لكن هذا برضو لم يمنع أنه دوره على الوجه الأكمل لم يتم بهذا الشكل اللي احنا يمكن لمسينه وشايفينه. أعتقد أن احنا يمكن البعض المستهلكين، وده طبعا المستهلك هو يمثل الحلقة الأضعف في العملية الاقتصادية والتجارية طبعا بجانب طبعا الدولة كوسيط أو التاجر كقوة، المستهلك هو الجانب الأضعف أو الحلقة الأضعف. الحلقة الأضعف دي لابد من وجود أجهزة تكون قادرة على حمايتها. أعتقد أن يعني كثير من المستهلكين ما يعرفش دور جهاز حماية المستهلك أو إزاي يوصل له أو حتى لو وصل له ممكن أنه ياخد حقه إزاي إلا في أضيق الحدود، فمحتاجين يبقى فيه نوع من التفعيل، لأن تفعيل هذا ونشر ما يقوم به جهاز حماية المستهلك بيعمل عملية رادعة أولا للتاجر، وثانيا بيدي الثقة كمان للمستهلك ويعرفه بحقوقه. طيب. ويعرفه بيه. أخيرا عشان وقتنا، يعني دايما الاقتصاديين كمان يقولوا أنه من الحلول اللي لازم تطرح هو وجود سياسة مالية متوازنة. ما فهمهاش حكاية سياسة مالية، يعني إيه؟ يعني مثلا يبقى في دعم على بعض السلع أكتر يصل إلى مستحقين، وإيه السياسة المالية المتوازنة اللي يقصدوها؟ هي سياسة مالية أو اللي أنتوا تقصدوها بقى من التخابير الاقتصادي برضو. لا، هي سياسة مالية متوازنة. يمكن الحقيقة يمكن السياسة المالية عندنا الحقيقة يمكن ما كانش هناك نوع من التنسيق بينها وبين السياسة النقدية. يعني السياسة النقدية هي المنوط بيها تقليل معدلات أو محاربة التضخم عشان يبقى مش السياسة المالية. وبالتالي لما وجدنا كان هناك ارتفاع مثلا في معدلات التضخم، وجدنا جهاز البنك المركزي اللي هو طبعا اللي هو يعتبر هو القائم على السياسة النقدية بيقوم برفع معدلات الفائدة عشان يبقى في نوع من الامتصاص للفوائد النقدية يؤدي إلى تقليل إلى حد كبير اللي معدلات التضخم. ما كانش هناك نوع من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. السياسة المالية منوط بها الآتي: أولا لابد أن هي تتجه إلى زيادة الإيرادات خاصة الإيرادات الضريبية، وده الحقيقة ما كانش بيحدث نتيجة أن هناك نوع من التضخم العالي فبيؤدي إلى تقليل معدلات الاستثمار خاصة الاستثمارات المحلية، فبيؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية، وده بيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وزيادة عجز الموازنة كله مترابط ببعض، زيادة عجز الموازنة بيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالاستثمارات اللي تمكنها من زيادة الإنتاج، فقلة زيادة الإنتاج بتؤدي إلى نقص المعروض، وبالتالي بيبقى فيه نوع من الزيادة المتتالية في التضخم. طب صحيح، هو مش ممكن يكون
لو احنا دخلنا في السياسة الضريبية دي ان احنا نقلل من على التجار والصناع ضريبة معينة في هذه المرحلة ونبقى نرجع نزودها تاني او نرجعها تاني، لا أنا هو ده ما يقللش لا على فكرة انت كلمت في نقطة مهمة جدا. هي برضو مركبة. اولا ان الايرادات الضريبية بتاعتنا حوالي 12% من الناتج المحلي الاجمالي، احنا وصلنا لحوالي مليار جنيه، مستهدف السنه الجايه نوصل ل 2 مليار. ال 2 مليار دول السنه الجايه هيوصلوا الى حوالي 15% من الناتج المحلي الاجمالي. احنا كدوله ناشئه تعتبر زي الدول مطالب ان احنا نجيب 25% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني نجيب المضاعف مضاعفه. يعني انت بتتكلم السنه الجايه نهايه ان شاء الله 24 30 6 24 تكون محقق 2000 مليار جنيه ايرادات ضريبيه. المبلغ ده من وجهه نظرنا المتواضع دلوقتي بعيد كل البعد عن المستهدف، المستهدف حوالي 3500 مليار. معنى كده ان انت ضايع منك حوالي 1500 مليار. 1500 مليار دول كفيلين جدا جدا لو انت انفقتهم في الاستثمار الحكومي يعملوا انتاج عالي جدا يقدر يعوض الطلب المتزايد. دي حاجة. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، طيب زي ما انت قلت هل نخفض سعر الضريبة على التجار؟ لا، انت المفترض ان انت تخفض سعر الضريبة بواجهة عاملية الشرايح عشان تدخل الاقتصاد غير الرسمي اللي هو الهربان من الضريبة. فلما تدخل، وبعدين الاقتصاد الرسمي غير الرسمي عندك هنا حوالي البعض بيقول 40% والبعض بيقول 60%، يعني تخيل يعتبر نصف اقتصاد موازي. اقتصاد موازي تقريبا. فتخيل لو انت دخلت حوالي 90% من هذا الاقتصاد جنبا الى جنب الاقتصاد الرسمي من خلال تقليل الشرايح الضريبية له، اعتقد ان ده هيؤدي الى تحقيق طفره كبيره جدا في الايرادات، ويؤدي الى علاج عجز الموازنه، ويؤدي لزياده الانفاق والاستثمار الحكومي على المصانع والشركات واقامه العديد من الشركات اللي هتؤدي الى زياده المعروض، وفي نفس الوقت هيؤدي الى مكافحه الاحتكار. طيب السؤال اللي اكيد هينتظر كل مشاهد يعني لو. في النهايه تشوفك بعين زرقاء اليمامه، يعني تشوفك للمرحله القادمه في الاسعار بقى بمنتهى البساطه بعيد عن النظريات الاقتصاديه، هتقل هتتظبط، ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ هناك هيكون في تدفق كبير جدا للدولارات، للدولار في مصر الحقيقه نتيجه دخول كثير من المستثمرين وعلى راسهم المستثمرين العرب. دي نقطه. النقطه الثانيه هيبقى في نوع من الاستفاقه الحقيقيه خاصه فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، واعتقد ان ده هيؤدي الى تخفيض حاد، وانا بقول حاد الكلام ده خده على مسؤوليتي، في العديد من الاسعار ان شاء الله هتكون في متناول الكثير جدا من المستهلكين والافراد في مصر. دكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي مدير مركز الاستراتيجي للتنميه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذا التحليل، واحنا بنضم صوتنا لصوت دكتور علاء. محتاجه علاج للمرض وعلاج للعرض الحالي ايضا، محتاجه سياسه ماليه متوازنه، محتاجه سياسه نقديه ايضا جريئه، محتاجه رقابه من الدوله، محتاجه زياده في الانتاج المحلي، محتاجه ان احنا نعمل عماله متدربه كويس جدا على الانتاج اللي احنا عايزينه في انتاجنا المحلي، نشوف التعليم الفني اللي ممكن يؤهل هذه العمالة، محتاجين حقيقة يعني تضافر، وده محتاجين شراكات دولية زي ما قال الدكتور علاء، وده مهم سواء مع أفريقيا مع أوروبا مع الدول العربية، الشراكات دي برضو تفتح مجال كبير جدا لجذب الاستثمار. على الأحوال يعني أملنا في المرحلة القادمة بكل ده اللي هو موضوع أيضا على مائدة صناع القرار أن يؤخذ فيها الاعتبار، وأن مصر توصل لمرحلة اقتصادية متقدمة عن اللي احنا فيه. فاصل وهنرجع نواصل مع لقاء فني بقى، وعن الفن في مصر والقوى الناعمة يعني ما بين الاقتصاد والفن اكيد برضو في تناغم يعني بعد الفاصل.